النهارده اول حزن حقيقي هينزل في قلبه، اللي هو حزن الفطام. كنت فين من 17 سنة لما كنت محتاسة أنا وعمر علشان نحافظ على العلاقة الجميلة اللي بينا؟ ماما لما كانت بتقولي حقك على نفسك تاخدي بالك من مستقبلك، لكن حقي عليكي أفكرك بواجبك ناحية ابنك. ربنا يكرمها يا رب، جزمتها فوق راسي كل مرة كنت باخد نبطشية في الدمرداش، كانت بتجيبلي عمر على كتفها وتقولي تفضلي رضعي ابنك، مرة في العربية، مرة في أوضة السكن، مرة في أوضة النواب، مرة أشد الستارة كده وأقعد على السرير جنب عيانة وأقولها هرضع ابني جنبك. عملنا اللي ما يعمل علشان نقضي فترة إن أنا رجعت الشغل ويفضل يرضع ونحافظ على إنه ياخد حقه. لغاية أما في يوم من الأيام، كان يوم شم نسيم، صحيت على سخونية جامدة جدا وترجيع وكذا وكذا وكذا، واتحجزت في التخصص. مش عارفين يشخصوني ايه قدامي شويه كده على ما التحاليل تبان، وكتبوا شويه مضادات حيويه، وايه ده بترضعي؟ وقف الرضاعه كده، سك على الرضاعه كده، ايه ده؟ طبعا الايام راحت وجت، وعرفت ان كل الكلام اللي اتعمل معايا ده غلط، وكان في الف حل علشان عمر يكمل حقه عليا وحقي على نفسي سنتين زي ما قال ربنا. انا عمري ما هنسى كلمه ماما في اليوم ده، دعاء احنا هنطمن عليها، انا مش قلقان عليها، انما انا قلبي واكلني على عمر النهارده. النهارده اول حزن حقيقي هينزل في قلبه، اللي هو حزن الفطام. وليه امي كانت زعلانه؟ علشان الناس كانت فاهمه شويه عن الرضاعه الطبيعيه، فاهمه قد ايه هي مفيده للابن وللطفل وللام، ما فوائد صحيه، احسن هضم، احسن تغذيه، ما تعملش سمنه، ترفع المناعه، الام تحميها من سرطانات كتير جدا، المبايض والرحم والثدي، وترجعها لوزنها، ترفع مزاجها، تخليها تعدي مشاكل ما بعد الولاده. كل ده الناس فاهمينه، انما تعالوا بقى شوفوا حسرتي وحسره قلبي لما بدات اذاكر في الفانكشنال ميديسن واقرا عن الميكروبيوم اللي انا عايزه اكلمكم عليه النهارده. الميكروبيوم يا جماعه البكتيريا اللي عايشه جوانا، مينلي اساسا في الجهاز الهضمي. بحب استخدم التعبير بتاع امم، شعوب من البكتيريا، الطيب منها والشرير. اول لحظه بيتحط فيها في جسم البني ادم اول ما بيتولد، ايه اللي بيحصل لما الطفل يتولد من القناه اللي ربنا عملها للولاده؟ بياخد الميكروبيوم اللي موجود في قناه الولاده الطبيعي اللي هو بتاع امه، والمفاجاه ابوه. طب ليه ايه ميزه ده يا جماعه؟ احنا ولاد اهالينا ازاي واخدين جيناتهم؟ طب اذا الجين ده 10% من جيناتي اللي في الدي ان ايه بتاعي، و90% له دعوه بالميكروبيوم بتاعي، بيتحكم فيه 90% من جيناتي، لان هو نشيط جدا. تخيلوا بقى لما انا اكون ابن اهلي وابن ابويا وامي، بالجينات وبالميكروبيوم وبالجينوم، ده انت كل حاجه فيك مني انا وابوك. انما لما بتولد سيزيريان بقى ايه اللي بيحصل؟ الدكتور بيطهر الجرح بصبغه اليود، وبياخد الطفل الميكروبيوم اللي هو صفحه بيضه كده بنملاه من ايدين الممرضه وايدين الدكتور والحاجات اللي كانت على الجلد والمطهرات و و و قصه تانية خالص. الملحق بقى لما نيجي نرضعه، ياخد الميكروبيوم من امه، من الثدي بتاعها، والاكاده بقى الاكتر من كده، مش بس احسن تغذيه، ده في سنه 1930 اكتشفوا اكتشاف خطير في لبن الام، حاجه اسمها هيومن ميلك بوليسكرايد، اسمها بالعربي بموت فيه، سكاكر الحليب. سكاكر الحليب دي عبارة عن مواد ما بتتهضمش. طب ليه ربنا في اللبن اللي بينزله للطفل عشان يغذيه يحط له اكل حاجات ما بتتهضمش، حاجات ما بتغذيهوش؟ طلع ان السكاكر الحليب دي معمولة مخصوص عشان تكبر البكتيريا النافعة اللي في جهازه الهضمي. مش بس كده، مؤخرا اكتشفنا انها بتأثر كمان على الجينات، ممكن تعطل جينات امراض. يعني انت كده خدت من ابوك وامك جين مرض، لا ده انت هنديك ملحق، سقطت انت خلاص في الماده دي وخدت جين المرض، تعالى بقى عندنا ملحق. ايه هو؟ الست دي هترضعك سنتين وهتديك سكاكر حليب، سكاكر الحليب دي هتشتغل على جينات المرض وهتعمله شوت داون، هتوقفه. المهم الطفل اللي بيرضع من امه ده عمال ياخد منها الميكروبيوم، بيتربى بالبصمه بتاعتها، بأكلهم، بشربهم، بطريقة حياتهم،
عمال طول الوقت يدخلوا مع بعض في بوند ونطلع هرمون الاكسيتوسين اللي انا كلمتكم عليه قبل كده كتير جدا. الولد ده توتره اقل كتير وبالتالي ذكائه اعلى. الذكاء له علاقه عكسيه بالتوتر، كل ما وكلنا بنشوف نفسنا لما نكون متوترين بنعمل حاجات غبيه وبناخد قرارات غبيه. انا سنتين بامنك مخك يكبر بس وانت مرتاح ومطمن وفي حضن امك، تاكل الاكل الصح اللي ربنا بعته لك ليك انت مخصوص، وبربي لك البكتيريا اللي هتعيش بيها طول حياتك اللي لها علاقه النهارده بكل الابحاث بكل الامراض المزمنه. النهارده دوروا كده، انا مش قصدي اوجع ضميركم يا امهات، بس هتلاقوا امهات كتير جدا بتعاني مع اولادها، مع السمنه، مع المناعه الوحشه، ادوار البرد المتكرره اللي الولد ما بيفوقش منها، مع حساسيات الطعام، نص الاكل ابني مش عارف ياكله، مع لا قدر الله سرطانات، مع لا قدر الله توحد وامراض نفسيه. اسالوا نفسكم كده هتلاقوا نفسكم اديتوهم لبن بودره وحرمتوهم من الرضاعة الطبيعية. أتمنى يكون ده غصب عنكم زي ما حصل معايا. الميكروبيوم ده الهدية الربانية اللي انت بتديها لابنك من لحظة ما بتولديه طبيعي لو انت مش محتاجة سيزيريان ما تتدلعيش، والسنتين اللي انت هتفضلي ترضعيهم بيه. بحلم بيوم من الأيام ان يبقى عندنا طريقة ان احنا نتابع بيها الميكروبيوم بتاع كل الأطفال ونديهم كده بلان طبيعية تصلح الميكروبيوم بتاعهم. ساعتها الأمراض المزمنة اللي كابوس حياتنا مش موجودة خالص، لأنه حلها في إن أنا آخد بكتيريا لطيفة تفضل طول الوقت تعمل ما فوق الجينات وتفطص لي جينات الأمراض وتطلع لي جينات الصحة. ويا بخت كل أم بتخلف النهاردة، أنت عندك فرصة ذهبية إنه إن شاء الله مفيش حاجة هتحرمك من إنك ترضعي ابنك رضاعة طبيعية. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من كوباية شيء.